السلام. كاين ثلاث انواع لتقليم اشجار الزيتون: تقليم التربيه اللي يبدا السنه الرابعه بعد الغرس، تقليم الاثماري اللي يندر مرحله الاثمار، تقليم التشبيبي اللي يندر بعد ما الشجره تكبر وينقص الانتاج تاعها. اليوم بحول الله نتكلموا على تقليم التربيه اللي به نكونوا هيكل مستقبلي للشجره. السنه الاولى بعد الغرس نديروا عمود للشجره باش الجذع تاعها يبقى مستقيم. نقصوا قمه الشجره اذا تعدت 80 سنتيمتر باش الفروع الجانبيه تنمو في كل الاتجاهات خلال السنه الثانيه والثالثه، وكذلك نقصوا كامل الفروع الجانبيه اللي تنمو في الاسفل على مسافه 40 سنتيمتر من سطح الارض. ثم الفرع الرئيسي اذا تعدى طوله 60 سنتيمتر، لكن ما نبالغوش في المقص لان الشجره تحتاج الورق تاعها باش تنمو جيدا. وفي الاخير العمل هذا اللي درناه خلال ثلاث سنوات الاولى رايح يسهلنا المهمه، لان في السنه الرابعه والخامسه رايح نتحصل على شجره ذات هيكل جميل ونربوها على ثلاثه او اربع فروع جانبيه اوليه نابته من نقط مختلفه غير متقاطعه ورايحه في اتجاهات متعدده.